الإطار ديال هذه الوقفة هذه أنه نطالب فتح الحدود وكذلك الدعم لمقاولات النقل السياحي المتضررة من هذه الأزمة ديال كوفيد-19 وكذلك دعم السائق المهني الغير المصرح به، لأننا وكالات النقل السياحي ولا الكازينوات ولا البازارات كلهم راه في أزمة خانقة من هاد السدان ديال الحدود والناس ما بقى عندها ما تصرف. اليوم كنجيو لهنا في هاد الوقفة هادي كنطلبوا بزاف ديال المطالب منها، أولا ولي ضرورية أنه خصها تفتح الحدود حيتاش الناس هنا هاد الشغيلة هادي كتعاني بزاف، والنقل السياحي ولا السياحة كتخدم بزاف ديال المجالات سواء الفندقة ولا المطعمة ولا هادشي ديال البازارات يعني، وكما كنلاحظوا اكادير مدينه سياحيه والسياحه هي كلشي في اكادير، اذا ما كان السياحه راه ما كاين والو في اكادير، وكنلاحظوا وللاسف انا اليوم جات الناس قليله، فينا هما الناس اللي كتبدل هذا القطاع، فينا هما الناس اللي كتهضر على القطاع، يعني اليوم كنلاحظوا بانه هذا اكادير في واحد الانانيه، في الناس اللي ما عندهاش واحد القلب ولا ما عندهاش واحد الضمير على هذا القطاع، هذا للاسف اللي كنشوفوا انه قطاع كيضيع. حنا كنبدلوا القطاع ديال الكازينو وحنا استثناونا من الدعم، ما استفدناش لا من الدعم اللي خرج في 2021 ولا الدعم هذا، ودابا حاليا حيت تسدين الحدود الشركه ما خدامش، يعني حنا دابا موقوفين من البدايه ديال الجائحه الى يومنا هذا، ولا اله الا الله، يعني تنطالبوا من الناس المسؤولين باش يفتحوا لنا الحدود يخلونا على الاقل غير نخدموا، وبالشروط اللي تيشوفوها مناسبه عرفنا هذه واش الجائحه. حنا الحمد لله دايرين اللقاحات ديالنا والتعاليم ديال الحكومه تنتبعوها حرفيا، ولكن راه لا اله الا الله راه ما كاين اللي تيشوف من حنا. شحال مره خرجنا درنا وقفات قدام الولايه هنا نيت قدام المندوبيه ديال السياحه قدام الضمان الاجتماعي، ولكن حتى شي نتيجه ما كايناش. والمندوبيه تيقولوا لك اش غادي نقول لك؟ تيقول لك اودي راه يكون خير ان شاء الله، هادشي اللي تنسمعوا منهم يكون خير، وشي خير ما شفناه.